في الفيديو ده هنتعرف على طريقة الشغل على المشروع البحثي اللي هيعملوه الطلبة بدل امتحان آخر السنة، واللي هيكون شرط أساسي للنجاح والانتقال للصف الدراسي الأعلى. المشاريع البحثية هيقوم بيها الطلاب من أول تالتة ابتدائي لحد تالتة إعدادي. كل سنة دراسية هيكون ليها مشروع واحد متعدد التخصصات عشان يغطي كل المواد الدراسية. ويوم 9 إبريل هنعلن عن مجموعة مشاريع مختلفة لكل سنة دراسية عشان تختار واحد منهم وتشتغل عليه لوحدك أو ضمن مجموعة من 5 طلاب بحد أقصى. أثناء شغلك على المشروع هيكون متاح ليك مصادر مختلفة للبحث زي المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg وكتب المدرسة والقنوات التعليمية، أو حتى أي كتاب عندك ممكن تلاقي فيه معلومات تفيدك في كتابة المشروع، وده لأن الهدف الأساسي هو البحث والتفكير والتعلم الذاتي مش الحفظ ولا الإجابات النموذجية. المشروع هيكون بيتكلم عن موضوع معين يختلف على حسب السنة الدراسية، ومطلوب منك كطالب البحث عن كل ما يتعلق بالموضوع ده في كل المواد عشان تغطي كل العناصر المطلوب كتابتها في البحث. يعني مثلا لو انت طالب في أولى إعدادي والمشروع بتاعك عنوانه المناخ، هتلاقي أسئلة أو عناصر مختلفة، منهم انك تكتب عن أثر التطور العلمي والتكنولوجي على المناخ. أول حاجة محتاج تعملها هي البحث عن الموضوعات المتعلقة بالمناخ. فمثلا لما تخش على المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg ابحث عن كلمة المناخ في المحرك البحثي، وتقدر تصفي النتائج اللي ظهرت بالسنة الدراسية عن طريق الكلمات الدالة من القائمة اللي هتظهر لك على الشاشة جنب المحتوى عشان تلاقي كل الموضوعات المتعلقة بالمناخ في جميع المواد، وممكن تزود الإشارات أو تعدل فيها. هتلاقي دروس تفاعلية ومصادر مختلفة تساعدك تفهم الموضوع أكتر. سؤال تاني بيقول: تخيل أنك في رحلة للفضاء، ماذا تتوقع عن نسب الغازات الموجودة في الغلاف الجوي وأثر زيادة غاز ثاني أكسيد الكربون على الإنسان؟ ممكن تبحث عن الكلمات الرئيسية في الموضوع زي مثلاً الغلاف الجوي، وتختار النتائج المتعلقة بالصف الأول الإعدادي. هتلاقي موضوع اسمه كوكب الأرض وأهمية الغلاف الجوي، جواه محتوى تفاعلي بيشرح خصائص الغلاف الجوي، الغازات اللي بيتكون منها، وغيرها من المعلومات اللي هتفيدك في كتابة الموضوع. أثناء عملية البحث ما تنساش تكتب النقاط والمعلومات المهمة اللي بتلاقيها عشان ممكن تستخدمها أثناء كتابتك للمشروع. المشروع اللي هتسلمه لازم يكون مكتوب بإطار معين. الأول اكتب عنوان الموضوع، وبعدين الرقم التعريفي الخاص بيك وبزملائك المشاركين في المشروع إذا كانوا مجموعة، وبعدين مقدمة عن الموضوع، وبعدين عناصر الموضوع المختلفة اللي هتكونها من خلال عملية البحث، وأخيراً النتائج اللي توصلت لها في البحث وملاحظاتك عليها. وما تنساش في الآخر تكتب كل المصادر اللي استخدمتها في كتابتك للمشروع، لأن من القواعد الأساسية لأي بحث هي كتابة مصادر المعلومات اللي استخدمتها. وبكده نكون قدرنا نخوض تجربة جديدة في التعلم لتوسيع مداركنا والاعتماد على البحث والمعرفة وليس الحفظ والإجابات النموذجية.